الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة. يعد توشكا الخير هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع. كما افتتح الرئيس السيسي عبر تقنية فيديو كونفرنس طريق توشكا شرق العوينات بطول 360 كيلومتر. أكد الرئيس السيسي أن مصر لم تتجاوز حصتها المقررة من المياه مع التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية. وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية من توشكا، شدد الرئيس السيسي على أن مصر تقوم من خلال برامج ومشاريع بالوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة من المياه المتاحة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المياه المستخدمة في استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء هي مياه معالجة واردة من محطة بحر البقر التي تم افتتاحها قبل شهرين، والتي تنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من مياه الصرف الزراعية. وشدد الرئيس السيسي على أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدا أنها تضاهي السد العالي، موجها بضرورة توضيح الجهد المبذول فيها وتكلفتها الاستثمارية. أكد التحالف الدولي في العراق أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 ديسمبر الجاري. وقال التحالف في بيان إنه نفذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن قوات التحالف المتبقية في العراق مهمتها تنحصر في تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش الإرهابي. تمكنت فرق الهلال الأحمر الليبي من انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين في موقعين قبالة سواحل شرق العاصمة طرابلس. وقال الهلال الأحمر الليبي في بيان إن فريقا تابعا له انتشل 17 جثة لمهاجرين بينهم طفل رضيع، كما تم انتشال 10 جثث في موقع آخر قريب بينهم امرأتان، فيما تم إنقاذ 3 مهاجرين وجدوا على قيد الحياة وجرى تقديم الإسعافات لهم. جدير بالذكر أن حصيلة الضحايا من المهاجرين في حوادث الغرق في عرض المتوسط ارتفعت إلى نحو 2500 منذ بداية العام الجاري، وجرى إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30,000 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا بحسب المنظمة الدولية للهجرة. قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تدرس اقتراحا من حلف شمال الأطلسي الناتو لبدء محادثات بشأن مخاوف موسكو الأمنية في 12 من يناير المقبل. وكشفت موسكو عن قائمة مقترحات أمنية تريد التفاوض بشأنها، منها تعهد الناتو بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا. كان الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ قد أكد عدم تنازل عن حق أوكرانيا في اختيار مسارها والتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو، وكذلك حق الناتو في الدفاع عن حلفائه. أعلنت السلطات البرازيلية إن سدين أنهارا في ولاية بشمال شرقي البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع ما ينذر بوقوع فيضانات عارمة. جاء انهيار السدين ليدفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر وإصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمناً. نهاية موجز الرابعة صباحا مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله.